نشرت رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين جزءا من رسالة أرسلها الرئيس الراحل لها خلال فترة احتجازه على إحدى القوات الأمريكية، كشف فيها عن تفاصيل طلب قدمه له أحد جنرالات الغرب لدعوة الشعب العراقي بعدم المقاومة وإلقاء السلاح. ووفقا لما ورد في الرسالة التي نشرتها رغد عبر حسابها بموقع تويتر ورصدتها وطن، فقد خاطب صدام حسين ابنته في الرسالة كاشفا عن واقعة حدثت معه قائلا: فرسخت القناعة لدي بأنهم ماضون في خطة الموت، إلا لو أراد العكس ما رادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير. وأضاف قائلا: يوم قدم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك يا صدام حسين للشعب العراقي ومقاومته المسلحة الباسلة بإلقاء السلاح وعدم المقاومة. وأوضح الرئيس العراقي الراحل أن ذلك كان في الشهر 12 من عام 2003، وكانت رغد صدام حسين قد كشفت الشهر الماضي عن رسالة تعرض لأول مرة وجهها والدها لعائلته من داخل سجنه عام 2005. ووفقا للرسالة التي نشرتها رغد عبر حسابها في تويتر ورصدتها وطن، فقد توجه الرئيس الراحل صدام حسين لعائلته قائلا: ما نصه؟ بسم الله الرحمن العزيز وحسب العمري، أم عدي، أم عمر، أم علي، أم أحمد، و الحلاوة الصغيرة حلا. وأضاف قائلا: إنني بصحة تامة وبنعمة وفضيلة من الله، فلا تقلقوا واذكروا الله يذكركم ويسدد أقدامكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ليمهرها بتوقيعه صدام حسين السابع من كانون الأول 2005 ميلادي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.